طب ليه مش احمر ده اليطر؟ مش لازم يبقى احمر؟ لازم يبقى احمر؟ دلوقتي بتتمسح في الاهلي؟ كويس مش ابيض. ايه ده؟ ده بيخبط في الزمالك، ساب قناة الزمالك بدأ يخبط فيها. ونحن من خلال برنامجنا هيك عم نضوي، عم نلفت النظر على هذا المطعم الطائر. ومثل ما اسمه بيوحي طائر؟ طائر بيطلع له جناحات. لا هيدا هو. اللي فوق ده. هيدا هو اللي فوق ده. مالك يا درش حاطط ايدك في وسطك كده ليه؟ هتردح لها؟ أول طبقين بنختبر حاسة الشم. لا في الشم ده لا يعلى عليه، مناخيره مساعداها زي ما أنت شايفة. رح أقرب الطبق من منخارك لتشم. تفضل صار قريب. شو عم بتشم؟ أنا شامم ريحة حاجة سخنة بس أكل بس إيه معرفش. دي الحاجة عاملة رقاق النهاردة. شوربة المسالة. المسالة إيه هندي مثلا يعني؟ ماليزي. ماليزي يعني آسيا. آسيا. ده مدرس جغرافيا. عارف الأكلة دي إيه؟ دي حاجة حامية أوي. حامية أوي؟ سكينة يعني ولا إيه؟ فيها نعناع. نعناع قرنفل جنزبيل. نعناع قرنفل جنزبيل؟ لا إحنا كده قاعدين في قهوة، ننزل شيشة ولا إيه؟ الطبق التالت حصة التذوق كابتن، أوكي؟ هاكل؟ الراجل جعان. تفتح تمك لو سمحت، ملعقة صغيرة لو سمحت. وهيدا منديل بإيدك إذا بتحب. عجبتك؟ دي مهلبية. أنا مراتي بتعمل المهلبية دي. مراتك بتعملها؟ طب ما تبعت لنا سلطانيتين. طيب يلا آخر فرصة عندك كابتن لحتى نعرف شو رح ناكل فوق. تفضل لو بتفتح تمك سمحت. الراجل قال ارتجاج في المخ بالشطة. صعب قوي أكيد دي هندي شطة. لا وأنت من نيودلهي. تحب تغير طعم تمك بالمي؟ الراجل مش محتاج يغير تمه بالمي، ده محتاج يعمل غسيل معدة. بص خد بقه من كوبايه يلا بقى هيكوي.